ريكوردنج كده، نفتح الشات على جنب عشان لو في اي كومنتس نشوفها. الشات كده أنا بس هراجع كده على جزئية صغيرة في المحاضرة بتاعت الأسبوع اللي فات، يعني هفكركم بيها مش هراجعها كومبليتلي. يعني الجزئية بتاعت السبرينجز ان سيريز، لما كنا بندرس الحالة ان 3 كل سبرينجز كونكتد ان سيريز، فطلع الإيكويفلنت بتاعها 1 على كي إيكويفلنت إيكوال 1 على كي 1 بلس 1 على كي 2 بلس 1 على كي 3، أو حسب عدد بقى الإيه السبرينجز اللي موجودة، واحد او اتنين او اكتر حسب الشكل ده، سواء واخد الفيرتيكال بوزيشن او الهوريزونتال بوزيشن، هو نفس القانون، واحد على السميشن بتاع واحد على الكي اي. ولما اشتغلنا على البارل طلع ان السميشن بتاع الكي اكويفلنت او الكي اكويفلنت بيساوي سميشن اوف كيز كي 1 بلس كي 2 بلس كي 3 الى كي ان حسب العداد من واحد ان، سواء كان واخد الفيرتيكال بوزيشن او الهوريزونتال ايه بوزيشن. وبعد كده درسنا تركيبة معينة، ولا هي شكلها connected in series ولا connected in parallel، وكنا طبقنا عليها قانون ال potential energy. طبقنا قانون ال potential energy، فبالتالي قلنا ال potential energy equivalent بتساوي نص K1 X1 سكوير بلس نص K2 X2 سكوير، عشان عندي 2 سبرينجز هنا. وده القانون الجنرال بتاع أي عدد في التركيبة اللي عندنا دي. بعد كده قلنا هنحط الـ X equivalent يا إما عند بوينت 1 أو عند بوينت 2. وبعد كده قلنا إيه؟ الـ equivalent point الـ equivalent spring هيكون عند نقطة إيه؟ قلنا هنشتغل الاكوفلنت سبرينج ات بوينت 1، فده هيركب مكان يكافئ الاثنين اللي موجودين. وطبقنا قلنا طالما هو هيركب عند البوينت 1 يبقى الاكس اكوفلنت هتساوي اكس 1، ولما انفذ القانون ده النص هيروح مع النص مع النص، واشيل الاكس اكوفلنت احط مكانها اكس 1. وقسمنا وطلعنا اكس 2 على اكس 1، وقلنا من حساب المثلثات ده ان اكس 2 على اكس 1 بتساوي ال 2 على ال 1 طبعا بالزاويه زي ما احنا عارفين شرحناها الاسبوع اللي فات، فطلع القانون ده. ولما عملنا الـ equivalent spring عند point 2 فنفس الكلام، جبنا القانون بتاع الـ potential energy وقلنا النص هيروح مع النص، ونشيل x equivalent نحط مكانها x 2 واقسم المعادلة كلها على x 2، فطلعت المعادلة بالشكل ده. وشيلنا x 1 على x 2 الكل سكوير، حطينا مكانها l 2 على l 1 بردك من حساب المثلثات اللي هو الكيناماتكس. كان في احد الطلاب سالني، طب يا دكتور لو انا او انا كنت قلت في اخر المحاضره ممكن احلها بطريقه نيوتن، يعني اخد العزوم حوالين المفصله واحلها، فانا وضحتها لكم هنا عشان الناس اللي سالت على ازاي نحلها بطريقه نيوتن من غير ما احلها بالبوتنشال انرجي. هاخد العزوم ده التركيبه الاصليه، استبدلنا السبرينج الاولاني بقوه اسمها كي 1 في اكس 1، والسبرينج الثاني بقوه كي 2 في اكس 2، ودي قوه السبرينج طبعا القانون بتاع السبرينج فورس. واخد العزوم حوالين الهنج هنا، يبقى جي سيتا دبل دوت، ده قانون نيوتن فور روتيشنال موشن عشان بيحصل زاويه سيتا حسب الرسمه اللي كان مديهاني في الاساس في زاويه سيتا كده، فبيساوي سيجما المومنت حوالين الايه الهنج هنا. احنا قلنا ده اسمه لينك، فاللينك ملوش ماس، يبقى الجي بتاعته بتساوي زيرو. الجي ده هي الماس بولر مومنت اوف انيرشيا، الماس بولر مومنت اوف انيرشيا، فالجي بتساوي زيرو لان اللينك هنا ملوش اي وزن،
فطبعا لازم تبقى انت فاهم الكلام ده من الستريس اناليسز، ان انت عندك في حاجه اسمها اريا مومنت اوف انيريشيا، وفي حاجه اسمها ماس مومنت اوف انيريشيا، خدتها في اعدادي هندسه، خدتها في اولى ميكانيكا، هتبقى طبعا عارف المسميات دي. لما اجي اشتغل الاريا بطبق القوانين الاريا، اما اشتغل على الماس، الجي ده هنا اسمه ماس بولار مومنت اوف انيريشيا او ماس مومنت اوف انيريشيا. فهنا ده لينك ملوش اي كتله، فيبقى الجي بتاعته بتساوي زيرو. فلما باخد العزوم حوالي النقطه ديت، هتلاقي عندي قوتين K1 X1 في الذراع بتاعها، L1 K2 X2 في الذراع بتاعها L2. طبعا ما عنديش حاجه هنا اصلا، في تساوي صفر، ما عندي خلاص، الرياكشن كلها راحت. هقول بقى لو انا هشتغل ايكويفالنت، هيكون عندي قوه واحده عند بوينت 1، لو انا هاخد الايكويفالنت سبرينج عند نقطه 1. لما اخد العزوم للتركيبه دي اللي فيها سبرينج واحد اسمه كي ايكويفالنت، وازاحته اكس ايكويفالنت على بعد ال واحد، برضه كان ماخد العزوم، وعشان ده لينك ما عنديش هنا جي بتساوي زيرو، هيطلع القانون بالشكل ده. هساوي المعادله واحد بالمعادله اتنين، واحط اكس ايكويفالنت بتساوي اكس واحد. ادي المعادله اتنين اهي كتبت هنا، المعادله واحد كتبت في الطرف ده، هشيل اكس ايكويفالنت زي ما قلت كده، احط مكانها اكس ايه، اكس واحد، لان انا بشتغل على بوينت عند نقطه واحد. هقسم المعادله كلها على اكس واحد، هيطلع معايا نفس القانون اللي احنا جبناه للتركيبه بتاعه، نفس التركيبه لما اشتغلنا بالبوتنشال انرجي ايكويفالنت. هيطلع طبعا لازم يطلع نفس الحل، ما ينفعش يطلع حل تاني. هو طبعا بس طريقه المانيبوليتنج او الهاندلنج هنا، طالع اكس 2 على اكس 1 في L2 على L1، واحنا قلنا X2 على X1 اثبتناها قبل كده انها بتساوي L2 على L1، فيطلع نفس الايه، القانون اللي تم اثباته بطريقه البوتنشال انرجي. لو هطبق بقى الايكويفالنت فورس او الايكويفالنت سبرينج هيوضع عند نقطه 2، هستخدم نفس التكنيك، يعني نفس التكنيك، انا عندي المعادله دي هتكون مشتركه في الحالتين، لان ديت في حاله وجود التو سبرينجز الاساسيين، في رقم واحد دي ثابته معايا، اما تختلف معايا المعادله رقم 2 هيبقى كي ايكويفالنت اكس ايكويفالنت، وانا عشان حاطط عند بوينت 2 هيبقى هنا ال ايه، L2 اهو لما اشتغل عند بوينت 2. طبعا دي الرسمه الاصليه، ودي الرسمه المكافئه ليها لما احط سبرينج عند نقطه 2، وبالتالي يبقى اكس ايكويفالنت هي نفس ازاحه اكس 2، وعوض في القانون هيطلع القانون بالشكل ده، وهيطلع نفس القيمه بتاعه الكي ايكويفالنت، نفس القيمه اللي احنا جبناها بالطريقه السابقه بتاعه البوتنشال انرجي. فانت هنا حر في اي مساله تحر بالطريقه اللي تعجبك، اذا لم يذكر في السؤال استخدم طريقة محددة لإيجاد الأنسر. المفروض ده كده كان الجزء بتاع الأسبوع اللي فات، أنا بس وضحت فيه جزئية منفصلة اللي هي الجزئية بتاعت السبرينج، فوق إن أنا أحل طريقة السبرينجز ديت يا إما بوتنشال إنرجي أو أحلها بالفورس بتاعت نيوتن. بنفس الطريقة في حاجة عندي اسمها equivalent numbers، نشوف حاجة كده في التيمز. لو انا جبت درست نفس الاسلوب بس هستخدم 3 دمبرز كونكتد ان سيريز، ال 3 دمبرز دول عايز اطلع لهم قانون ايكويفالنت لو انا هستبدل الثلاثه واركب واحد بس. هنا الدمبر الاولاني ليه فيسكاس دامبنج اسمها سي 1 وازاحه واي 1، والدمبر الثاني سي 2 ازاحه واي 2، الدمبر الثالث سي 3 ازاحه واي 3، ومتعلقين بكتله او بيتشدوا بفورس، هي نفس الاسلوب. حتى لو الرسمة اتقلبت، يعني الكتلة دي كانت فوق بتضغط على التلاتة أو بتشد التلاتة، هو نفس الحل بالظبط. الإزاحة الإجمالية للكتلة هي واي، وعايز استبدل الكلام ده بسي إيكويفالنت بدمبر واحد، وأقدر أحسب له القيمة بتاعة السي إيكويفالنت. فهقول طالما هما كونكتد إن سيريز نفس الكلام، يبقى الإزاحة الكلية هتساوي واي 1 بلس واي 2 بلس واي 3. وعشان أنا هنا شغال في دمبر، فالقوة بتاعة الدمبر
قوة الدمبر سي واي دوت. فأنا لو فضلت المعادلة دي كلها بالنسبة للزمن هيطلع واي ايكويفالنت دوت هتساوي واي واحد دوت بلس واي اتنين دوت بلس واي تلاتة دوت. ليه محتاج الواي دوت؟ لأن القوة بتاعت الدمبر بتساوي سي في الواي دوت، فأنا مش عايز الواي. في حالة السبرينجز بشتغل على الإزاحة، أما في حالة الدمبر بشتغل على السرعة، فبالتالي استخدمت تفاضل واي ايكويفالنت. واي ايكويفالنت دوت بتساوي واي واحد دوت بلس واي اتنين دوت بلس واي تلاتة دوت. وهقول القانون الأصلي بتاع أي فيسكاس دامبر سي في الواي دوت، يبقى اما اشيل الواي واي ايكويفالنت دوت احط مكانها ايه من القانون ده، اشيل الواي واحط مكانها فورس على السي ايكويفالنت، واشيل الواي 1 واحط مكانها فورس على السي 1 وفورس على السي 2 وفورس على السي 3 في المكان بتاعها، والاف طبعا عشان ده اكنه زي الحبل كده القوه جواه ثابته، الاف هتتكنسل مع بعضها لانها كونستانت. هيطلع لي 1 على سي ايكويفالنت بتساوي 1 على سي 1 بلس 1 على سي 2 بلس 1 على سي 3، وده نفس القانون بتاع شبيه طبعا للسبرينجز، 1 على السميشن بتاع 1 على سي ايكويفالنت. فاقدر احسب بيه الايكويفالنت سبرينج الايكويفالنت دمبر لاي تركيبه سيريز من القانون ده. طبعا لو كانوا 2 يبقى حاصل ضربهم على مجموعهم 3، حاصل ضربهم على مجموع كل 2 مختلفين منهم. تركيبه الدمبر لما تكون في حاله البارلل، في حالة البارلل في قاعدة ثابتة إن الإزاحة هنا ثابتة، الإزاحة اللي هي واي، واي هي اللي كونستانت مكتوبة عندنا إيه؟ واي بتساوي واحد بتساوي اتنين بتساوي تلاتة، إنها دي قيمة إيه؟ ثابتة، يبقى الواي إيكويفالنت أو الواي هي قيمة ثابتة. أما إيه بقى اللي هو بيتجمع هنا؟ لا، اللي هيتجمع هنا إف واحد وإف اتنين وإف تلاتة، دي أكنها كتلة وبيشدها تلات أشخاص، فالتلات أشخاص دول كل واحد بيشد بقوة، يبقى اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 تقابل الكتله اللي اسمها ايه ام اف جي. طبعا لو اكني بعمل ستاتيك بالانس، يبقى الكتله الكليه او القوه الكليه عباره عن اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3. دي المعادله الاولى، واحنا عارفين ان قوه الدمبر عباره عن ثابت الدمبر اللي هو الفيسكاس دامبنج كوفيشنت في الواي دوت، فهقول هستبدل كل اف ايكويفالنت بما يكافئها بالقانون ده، سي ايكويفالنت في الواي دوت، سميها ايكويفالنت سميها واي، في الاخر الواي ايكويفالنت بتساوي الواي. اف 1 سي 1 في واي 1 دوت، اف 2 سي 2 في واي 2 دوت، اف 3 سي 3 في واي 3 دوت، وقلنا الواي كلها متساويه يبقى هتتكنسل من المعادله، فيطلع لي ان سي ايكويفالنت بتساوي سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3، وده نفس القيمه او نفس الاسلوب لما جينا نعمل سبرينجز ان سيريز، طلعت بردك حاصل مجموع في السبرينجز، كان حاصل مجموع السبرينج ستيفنس فور اتش سبرينج. في حالة الدمبر هي C equivalent هي summation of all dumbers viscous damping coefficient، يبقى C equivalent summation C حسب العدد اللي موجود عندي، وده شكل الدمبر لما أنا أستبدل التلاتة وأركب دمبر واحد بس ولي نفس الإزاحة اللي اسمها Y أو Y equivalent هي هي. لو هعمل تركيبة زي كده، التركيبة ديت خلي بالك انتبه هنا لحاجة مهمة جدا، الدمبر ده موجود في المكان اللي تحت، والدمبر التاني راكب في الاند بتاع الرود تقريبا، وراكب في بوزيشن في الجزء الأعلى. طب هل هيفرق التركيبة ديت لو كان الدمبر موجود تحت جنب ده؟ زي ما رسمنا كده مثلا في حالة السبرينج، كنا راسمين سبرينج هنا وسبرينج هنا، لما كنا راسمين سبرينج هنا وسبرينج هنا ما كانش يعني كانت سهلة شوية. طب الحاله ديت في دمبر تحت ودمبر فوق، واللينك هنا بدل ما كان هيتحرك لتحت انا غيرت وضعه بيتحرك لاعلى، ايه اللي يفرق؟ ولا يفرق حاجه، ان دايما الدمبر او السبرينجز بيعملوا قوه مقاومه للحركه. يعني ايه قوه مقاومه للحركه؟ يعني القوه بتاعتهم دايما عكس الحركه. لو كان اللينك ده هيطلع لفوق، طالع لفوق عايز يتحرك لاعلى كده، فالدمبر ده هيديله قوة بتأثر لأسفل، فالدمبر ده هيعمل قوة بتأثر لأسفل، والدمبر ده هيعمل قوة بتأثر لإيه؟ لأعلى. سوري، لا ده السهم ده غلط. لو انا بأثر بس فانا عايز الغي فين الاريزر، الاريزر عايز اشيل ده. ده طالع لفوق فده هيشد الاسفل،
ده عايز يطلع لفوق فالدمبر هيشده لتحت، وده طالع لفوق فالدمبر هيعمل له قوة مقاومة لأسفل. ففي الحالتين القوة، سواء انت بقى رسمت، لو اللينك ده كان مرسوم كده ومتثبت من هنا كده منفصلة، وكان الدمبر ده موجود تحت هنا والدمبر التاني موجود برضك تحت كده، واللين كده طالع لفوق نفس اتجاه الحركة، كان هيحصل ايه؟ هتلاقي برضك الدمبر ده بيشد لتحت بقوة الأسفل لأنه بيقاوم الحركة، والدمبر ده بيشد بتحت بقوة الأسفل يعني بيقاوم الحركة. فعشان كده بقول لك مش هتفرق بقى معايا والدمبر راكب تحت ولا فوق، الاتنين بيعملوا قوة مقاومة للحركة الأصلية بتاعة اللينك. فلو اللينك هيتحرك لأعلى يبقى الدمبر ده هيشده لأسفل، وعشان اللينك هيتحرك لأعلى فالدمبر ده يعمل له قوة لإيه برضك مقاومة لأسفل. فكان وضعهم كده أو أي وضع، فهم في الآخر بيدونه قوة مقاومة عكس الحركة اللي بتحصل في إيه في اللينك. فطبعا الدمبر احنا قلنا الأسبوع اللي فات إن ليه حاجة اسمها الديسبيشن انرجي، والديسبيشن انرجي ديت يعني طبعا تخص الدمبر بنفس التكنيك بتاع البوتنشال انرجي اللي يخص السبرينج. الديسبيشن انرجي ايكويفالنت بتساوي سميشن ديسبيشن انرجي لكل الاليمنتس اللي موجوده عندي 2 اليمنتس، المفروض دي سي 1 وسي 2 اللي كاتبهم انا، سي 2 وسي 3. ال dissipation energy equivalent هتساوي summation ال dissipation energy of all elements، عندي 2 elements C1 و C2، هيبقى ال dissipation energy equivalent بتساوي نص C1 Y1 dot square. بلس نص C2 Y2 dot square، ويبقى اكتب ال equivalent بتاعتنا بنفس القاعدة، نص C equivalent Y dot equivalent square. ده القانون بتاع اي ديسبيشن انرجي للدمبر، ليه للقانون ده؟ فده للاليمنت الاولاني، للدمبر الاولاني، ده للدمبر الثاني، ده للدمبر الايكويفالنت. وهبدا بقى اقول ايه، طب انا لو عايز اجيب ايكويفالنت اركبه في نقطه واحد بس، يبقى اكيد الواي دوت ايكويفالنت هتساوي واي واحد، او لو هجيب دمبر اركبه في نقطه اتنين يبقى اكيد الواي ايكويفالنت اتنين هتساوي واي اتنين. ده اللي هيتم في السلايد اللي بعد كده. فا if equivalent number at point one، يعني اهو عايز ال equivalent number at point one، يبقى أول حاجة أقول ال y equivalent بتساوي ال y one dot، y equivalent dot هتساوي ال y one ايه dot. طبعا هي ال y equivalent بتساوي y one، وبالتالي التفاضل بتاعهم بالنسبة للزمن هيبقى نفس الكلام، لأن دي كاينماتكس. ولما أعوض في القانون السابق ده ب y one هنا، هتلاقي طبعا النص هيروح مع النص، وأقسم المعادلة كلها على y one، هيطلع القانون ده، قسمنا هنا على واي 1 اختفت مع الواي 1 اللي كانت موجوده سكوير، طلع واي 2 سكوير على واي 1 سكوير. وزي ما شرحنا الاسبوع اللي فات بردك بتشابه المثلثات، لو انا عملت ازاحه لاعلى فيكون ده شكل المثلث بتاع الحركه اللي هو جاي من الكيناماتكس، يعني هيبقى في واي 1 من النقطه دي لفوق واي 2 هنا، واقدر اشوف العلاقه ايه بين واي 1 وواي 2، لان انا عايز العلاقه دي ما احطش ديفرنشيشن، انا عايز اطوال عشان لما اروح اشتري الدمبر اجيبه بقيم ليها قيم عدديه، يعني السي 1 ده قيمه عدديه والسي 2 قيمه عدديه والال 1 والال 2 دي ارقام واطوال، فاقدر اشتري حاجه تكافئ من قيم عدديه. اما هنا في تفاضل فلازم اتخلص من ده، فاقول ان الازاحه بتاعت الواي دايما بتساوي ال في سيتا، طول القوس بيساوي نصف القطر في الزاويه، اكن ده طول القوس نصف القطر في الزاويه، وده طول القوس نصف القطر، كل ده نصف القطر الاتنين يعني في الايه في الزاويه. فاقول القاعده ديت سواء قلت واي ال في سيتا او تفاضلها هيبقى ال في سيتا دوت، ده طبعا كيناماتكس، يبقى بالتالي واي 1 دوت بيساوي ال في سيتا 1 دوت، واي 2 دوت بيساوي ال في سيتا 2، واقدر استبدل واي 2 احط مكانها ال في سيتا 2 دوت كل سكوير،
واستبدل واي واحد احط مكانها ال في سيتا واحد دوت كل سكوير، وانا عندي هنا ان سيتا واحد هي سيتا اتنين، يبقى تروح سيتا واحد مع سيتا اتنين يطلع لي ال تو على ال وان، لان هي الزاوية نفس الزاوية اللي رابطة بين واي واحد وواي ايه واي اتنين، فيطلع القانون ده بتاع السي ايكويفالنت في حالة التوصيلة اللي هي نوت سيريز نوت بارلل، والدمبر موجود عند بوينت وان. نفس الكلام لما اجي اعمل الدمبرز ده، شوف حتى نفس اللي انا كاتبه، اصل هو نفس التكنيك اساسا مش فارق كتير. جاست بستخدم المعادلة المناسبة للدمبر او المعادلة المناسبة للسبرينج نفس الطريقة. لما احط الدمبر عند المكان بتاع اتنين، هو اصلا كان راكب فوق، طب انا لو ركبته تحت ولا يفرق في اي حاجة، لو ركبت الدمبر تحت هيبقى نفس الحل بالظبط، ان قلنا دايما الدمبر والسبرينج بيعملوا قوة مقاومة، فمش تفرق وجود الدمبر فوق او تحت، فدي مش فارقة معانا خالص في الحل. لما احط الدمبر المكافئ عند نقطة اتنين، يبقى واي ايكويفلنت هتساوي واي اتنين، هتساوي واي اتنين، يبقى الواي ايكويفلنت دوت بالتفاضل بتساوي واي اتنين دوت، وهطبق في القانون بتاع الديسبيشن انرجي ان نص سي ايكويفلنت واي دوت ايكويفلنت سكوير تساوي نص سي واحد واي دوت واحد سكوير بلس نص سي اتنين واي دوت اتنين سكوير، دي ديسبيشن انرجي ايكويفلنت، ودي لكل اليمنت من اللي كانوا موجودين في التركيبه الاصليه. طالما هركب عند نقطه اتنين دمبر ايكويفلنت، يبقى هشيل الواي ايكويفلنت واحط مكانها واي اتنين، فبعد ما اقسم طبعا النص هيطير مع النص، واقسم المعادله كلها على واي اتنين، فيبقى هنا واي واحد سكوير على واي اتنين سكوير دوت سكوير طبعا، والواي اتنين تختفي من الترم ده، وزي ما عملنا قبل كده هنشيل الواي واحد دوت نحط مكانها ال واحد في السيتا بالكل سكوير دوت طبعا، والواي اتنين تتشال تتحط مكانها ال اتنين في السيتا دوت الكل تربيع، عشان نفس الزاوية زي الرسمة اللي كانت سابقة دي، عشان نفس الزاوية هيبقى السيتا هتروح مع السيتا، ويتفضل لي ال وان على ال ايه على ال تو. ده هنا بالنسبة لنا لو انا استخدمت الدمبر. برضك نفس السؤال ممكن يتسأل، لو انا استخدمت طريقة نيوتن لإيجاد الإيكويفلنت فيسكاس دامبنج ات بوينت 1 او 2، ممكن استخدمها؟ انا ممكن استخدمها. هتحط الفورسز، تعمل حاجة اسمها الفري بادي دايجرام على السيستم، وهنا خلي بالك الرسمة الأصلية كان اللينك ده مرسوم عليه زاوية بتتحرك لأعلى. ارجع لها كده بسرعة نشوف الرسمة الأصلية كانت عاملة ازاي. الرسمة الأصلية اهي، الرسمة الأصلية كانت جيفن واللينك بيتحرك بزاوية الايه الأعلى، هو سواء يتحرك لأعلى أو لأسفل ولا فرق في حاجة في الحل أصلا، هيطلع نفس الحل، بس أنت لو بترسم فورس أناليسز راعي اتجاه الأسهم، لو ده بيتحرك لأعلى دول هيعملوا قوة مقاومة لإيه؟ لأسفل، لو كان هيتحرك لأسفل هيعملوا قوة مقاومة عكس يعكس الأسهم دي. فلو هطبق طريقة نيوتن فلازم أحط الفورس في كل مكان، فكان اللينك بيتحرك لأعلى يبقى احط الفورس بتاعت الدمبر الاولاني والفورس بتاعت الدمبر الثاني، وطالما اللينك بيتحرك لاعلى هتلاقي السهمين دول لاسفل، ان هما بيقاوموا الايه بيقاوموا الحركه. ومطبق العزوم عند نقطه الهنج هنا، طبعا اللينك بردك ملوش ماس، فليه الماس مومنت فانريشيا بتاعته بتساوي زيرو اللي هي رمزها جي، فالترم ده بيساوي صفر، هيطلع القوه بتاعت الدمبر الاولاني في طول في الذراع الاولاني بلس القوه الثانيه في الذراع الثاني، دي المعادلة الأولى. وهبدأ نفس التكنيك لو أنا هعمل إيه؟ لو أنا هحط دمبر واحد في at point one، دمبر واحد at point one يبقى C equivalent في ال Y equivalent dot، وال Y dot equivalent هتساوي ال Y dot إيه؟ واحد، نفس القيمة، طالما هما في نفس المكان يبقى واخدين نفس الإيه؟ نفس القيمة. هطبق العزوم هنا هيطلع لي C equivalent في ال Y dot equivalent في الذراع بتاعها اللي هو L واحد بيساوي صفر، دي المعادلة اتنين. هساوي المعادلة واحد بالمعادلة اتنين مع الأخذ في الاعتبار زي ما قلت من شوية إن واي دوت ايكويفلنت بيساوي واي واحد دوت، هساوي المعادلة وان بالمعادلة تو أهي، وأشوف بقى إيه اللي محتاج أنا أحسبه. أنا محتاج أحسب السي ايكويفلنت، فهقسم المعادلة دي على الواي اتنين دوت والإل واحد، واي اتنين دوت والإل واحد، يبقى هنا الواي اتنين دوت والال، هنا دي في حاجة لازم تتعدل في السلايد دي، دي مفروض انا عندي الواي دوت بتساوي واي واحد،
يبقى لازم احط دي واي واحد، دي مكتوبة الار. انا شغال عند نقطة واحد، قلبت الستايل اشتغلت عند اتنين. ثانية واحدة عشان انا هنا المفروض اصلح دي. دي عند بوينت تو، دي زي ما هي العنوان بتاعها بوينت تو، دي بوينت وان، يبقى دي هنا وان. واللي بعدها بوينت تو، دي انا عملتها بالغلط، يبقى دي نخليها زي ما كانت نقطة اتنين. نرجع تاني، هو واي ايكويفالنت دوت، واي دوت ايكويفالنت بتساوي واي دوت واحد، عشان السبرينج محطوط او الدمبر محطوط عند نقطة ايه؟ نقطة واحد. فيبقى هشيل هنا، اقسم المعادلة دي كلها على واي واحد دوت، سويت المعادلة اتنين بالمعادلة واحد، نقلتهم زي ما هم كده بالظبط. ها انا عايز احسب السي ايكويفالنت، فهقسم على واي واحد واي دوت 1 في ال 1. اما اقسم على واي دوت 1 في ال 1 هتختفي مع السي، مع هنا ده المفروض هنا السي واحد. تختفي من السي واحد لان اقسم على واي دوت ال 1، والناحيه الثانيه هقسم على واي دوت في ال 1، تطلع المعادله بالشكل ده. هنا اهو قسمت على ال 1 في واي دوت 1 فضل سي 1، وقسمت الناحيه دي على ال 1 في واي دوت 1. وبرضك نفس المشكله اللي كانت بتقابلنا قبل كده، ما بحبش احط حاجه فيها تفاضل في حساب ايكويفالنت فاليو، سواء سبرينج او دمبر. فايه العلاقة بين واي واحد واي اتنين؟ نفس العلاقة من حساب المثلثات، انها نسبة اطوال بين ال تو على ال وان، يبقى ال تو سكوير على ال وان سكوير. ده السي ايكويفالنت بتاع الدمبر اللي هيركب في نقطة واحد. نفس الكلام لو انا ركبت الدمبر ده في نقطة اتنين، ركبت الدمبر في نقطة اتنين، يعني هركب الدمبر في نقطة اتنين هنا. يبقى الدمبر راكب في نقطة اتنين، يبقى أكيد الواي إيكويفالنت بتساوي الواي اتنين. فهقول هنا أما آخد العزوم، يبقى سي إيكويفالنت واي دوت إيكويفالنت في ال اتنين، واي إيكويفالنت بتساوي واي اتنين، وأساوي المعادلة واحد بالمعادلة اتنين. وعايز أجيب السي إيكويفالنت، فهقسم على مين بقى المرة دي؟ واي دوت اتنين في ال اتنين، فده اللي هيختفي من الطرف ده. يعني سي اتنين تظهر لوحدها كده، وأقسم على واي اتنين دوت أو واي دوت اتنين وال ال اتنين. وبرضك مش هينفع اسيب واي دوت واحد على واي دوت اتنين، لازم احط مكانهم نسبة اطوال اللي هي ال واحد على ال اتنين من شبه المثلثات، هيطلع المعادلة بالشكل ده. في بقى جزئية تانية كده، يعني في بعض الأنظمة ما فيهاش سبرينجز، فإحنا لما بنيجي نحلها في المسائل بنحولها إلى سبرينجز. في حاجة اسمها الإيكويفالنت ستيفنس إيليمنت. زي إيه الإيكويفالنت ستيفنس إيليمنتس؟ حاجة زي البار ده كده، ده اكسيالي لودد بار، ده بار في وضع فيرتيكال متعرض لقوة اكسيال بتمر بمحوره، وطبعا طالما القوة الأعلى فيحصل فيه كومبريشن، يحصل فيه ديفليكشن مقداره دلتا ال، يعني لو القوة طبعا مقدارها كبير على أي ميتال، أي ميتال زي إيه النحاس حديد، حتى في اختبارات الخرسانة طبعا مشان هي بريتل بتتكسر أو الإزاز بيتكسر. اما الدكتيل ماتيريال فبيحصل لها الينوجيشن بنسبه معينه، فاي بار من الميتالز بيحصل له كومبريشن، او لو عملت تنشن هيحصل له استطاله. فممكن يحصل الكلام ده للتنشن، اطبق نفس التكنيك في التنشن او الكومبريشن. فانا عندي قوه اف دلتا تي هي الكومبريشن، عشان القوه بتعمل كومبريشن، الطول الاصلي، الطول الاصلي اللي على البار هو ال. فاطبق موديل سوف الاستيستي، بيقول لك يانج مودلز بتساوي ستريس على سترين، وده قوانين كلها بسيطة وعارفينها كلنا. يانج مودلز ستريس على سترين، والستريس عبارة عن فورس على الاريا، والاريا هي الكروس سكشن اريا بتاعت المقطع ده، على السترين اللي هو دلتا ال على ال. فهعمل ايه طبعا؟ المقام هيطلع بسط، وهنا الايه تنزل تحت، هيطلع القانون بالشكل ده.
هقول القانون ده اصلا يكافي ايه؟ ده سيميلر، نفس القانون اللي كتبناه تاني، سيميلر للقانون بتاع الفورس بتساوي كي في اكس. الفورس بتساوي كي في اكس. طب ايه هي الاكس؟ الازاحه اللي حصلت هي الدلتا، دي الديفليكشن اللي حصل. فطالما القانون ده متشابه مع ده، فيقول لك البار ده كان بي مانيبوليتد از سبرينج، يبقى البار ده ممكن يتعامل اكنه سبرينج. يعني انا هقول ايه؟ ان الكي بتاعت البار ده هتكافئ اي في اي على ال. لو انا سويت المعادله دي بالمعادله دي، يبقى اكس بتساوي الالونجيشن، والسبرينج ستيفنس هتساوي اي في اي على ال. يبقى الكي بتاع البار او الاكسيالي لودد بار عباره عن اي في اي على ال. لو انا اعرف الاي دي يانج مودلز والاي هي الكروس سكشن اريا واللينس، اقدر اقول ان البار ده بيتعامل اكنه ليه سبرينج افكت، طبعا ديبند على قوه اللود المؤثره عليه. ونطبق الكلام ده في مثال، لو انا عندي الشكل ده كده، ده اكسيالي لودد بار. يعني ايه اكسيالي لودد بار؟ لان اللود هنا او الفورس في الاتجاه الاكس، فهنسميه اكسيالي لودد بار. فهنا عباره عن 3 بارز، الجزء الاولاني ليه اللينس L1 وماتيريال ليها يانج مودلز A1 وكروس سكشن اريا A1، والجزء الثاني L2 وليه يانج مودلز A2 واريا 2 وال-L3 وال-E3 والاريا 3، دول يكافئوا للثلاثه بار دول. فاحنا قلنا ان البار اللي فات ده كان ليه سبرينج ستيفنس، او البار ده كله ليه سبرينج ستيفنس عباره عن E في A على L. طب التركيبه دي تكافئ ايه من اللي احنا درسناه، او شبه ايه؟ دي تشابه ال 3 سبرينجز كونكتد ان سيريز، اهم سبرينج اولاني سبرينج تاني سبرينج تالت. فالسبرينج الاولاني ليه كي واحد، والسبرينج التاني ليه كي اتنين، والسبرينج التالت ليه كي تلاته، فيبقى دول متكافئين مع بعض. التوصيله ان سيريز مش عايز بقى عارف القانون على طول، احنا عملناه قبل كده. هقول التوصيله ان سيريز عباره عن 1 على كي ايكويفالنت ايكوال 1 على كي 1 بلس 1 على كي 2 بلس 1 على كي 3. يبقى الكي ايكويفالنت بيساوي حاصل ضربهم على حاصل ضرب كل اتنين مختلفين. يعني ايه حاصل ضرب كل اتنين مختلفين؟ يعني اقول كي واحد في كي اتنين بلس كي واحد في كي تلاتة، وبعدين بلس كي اتنين في كي تلاتة. يعني دايما بغير ما يجيش حاجة مع بعضها. فكي واحد في كي اتنين بلس كي واحد في كي تلاتة بلس كي اتنين في كي تلاتة، والبسط هيبقى حاصل ضربهم. ده طبعا القانون هنا، لو كانوا تو سبرينجز هقول حاصل ضربهم على مجموعهم فقط. يعني لو كانوا دول اتنين هقول كي واحد في كي اتنين على كي واحد بلس كي اتنين، حاصل ضربهم على مجموعهم. اما التلاتة هيطلع القانون بالشكل ده. طب ايه هو الكي واحد؟ الكي واحد بيساوي اي واحد في الاريا واحد على ال من هنا، والكي اتنين اي اتنين في اريا اتنين على ال اتنين، كي تلاتة اي تلاتة في اريا تلاتة على ال تلاتة، كما تم توضيحه واثباته ان السيمبلي او سوري الاكسيالي لودد بار الكي بتاعه اي في اي على ال. وده كان مثال تطبيق بسيط جدا للحالة دي. لو عندك أرقام جاست تحط الأرقام وتطلع معاك الناتج بتاع المسألة. وشيت واحد أظن في حاجات سهلة زي دي. ده بردك مثال تاني، find the equivalent spring stiffness of the following structure. find the equivalent spring stiffness of the following structure. ده الـ structure اللي given الطول L، والجزء ده اللي مثبت الماس الكبيرة دي لي E1 في اريا 1 يانج مودلز، مش في اريا سوري، يانج مودلز 1 في الكروس سكشن اريا. ده بيانات المقطع الاولاني، بيانات المقطع الثاني يانج مودلز 2 في والاريا 2. مش في كل ديت بيانات المقطع، طبعا المشترك بينهم ان ال 1 هي ال 2 بتساوي ال. فقلنا الرسمه دي من اللي احنا دارسينه ان اي اكس للودد بار، لان الكتله هنا بتاثر على البار ده بالام على 2 وبتاثر على البار ده بام على 2، فدول اكس للودد بار يكافئ كل بار من دول بايه؟ بسبرينج. فهحط مكان البار الاولاني كي 1 ومكان البار الثاني 2. وطبعا كي 1 وكي 2 معروف ان كي 1 بتساوي من نفس القانون ده اي في اي على ال، اكنك نفس الكلام الكي 1 بي في اي على ال والكي 2 اي في اي على ال. يعني عشان لو عندي ارقام اقدر احسبهم واقول ان التركيبه دي تركيبه ان بارلل، فيبقى الكي ايكويفالنت في الازاحه اللي حاصله بتاعه الاستراكشر او الام بتساوي كي ايكوفالنت في اكس بتساوي كي 1 في اكس 1 بلس كي 2 في اكس 2. وعشان عندي اكس 1 بتساوي اكس 2 بتساوي اكس ايكوفالنت، هيطلع الكي ايكوفالنت وجاست اعوض باي في اي على ال مكان الكي 1 واي في اي على ال مكان الكي 2، اقدر اطلع الناتج بتاع الكي ايكوفالنت. يعني اكن احط الكلام ده كله على سبرينج واحد بس.
فدي كانت تطبيقات ان انا استخدم بيها الايكويفالنت ستيفنس ايليمنت. في عندي تاني برضك حاجة من الحاجات اللي بتجي لنا في المسائل وتكون راكبة في التركيبات الميكانيكية، حاجة اسمها سيمبلي سبورتد بيم. يعني ايه سيمبلي سبورتد بيم؟ يعني بيم زي ده كده متثبت تثبيت على نقط تلاقي، مش حاجة معمولة فيكسد. يعني ممكن يبقى دي عبارة عن مفصلات كده، فلو دي مفصلات فالبيم ده لما بيتعرض لفورس بيحصل له ديفليكشن، فقلنا الديفليكشن ده هيكافئ برضك زي السبرينج ديفليكشن. فادي عندي اف وادي اكس، يبقى عندي القانون بيقول لي الفورس بتساوي الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم في السيجما اللي هي الديفليكشن ماكسيمم، يبقى كأنها فورس بتساوي كي في اكس. طب الدلتا دي طبعا في المنهج بتاع الاستريس اناليسيس بيقدروا يثبتوها، احنا هنا ما يهمناش نسبتها، احنا يهمنا ناخد القانون بتاع الدلتا ماكسيمم اقصى ديفليكشن ممكن يتعرض ليها سيمبلي سبورتد بيم. ايه هي؟ طبعا هو في الاستريس اثبتوها ب اف في ال تكعيب على 48 اف اي. فقلت طب ما انا نفس القانون بتاع السبرينج اللي هي الاكس بتساوي فورس اف على كي، لكن ديت الازاحه بتساوي الفورس على ايه؟ على الكي، عشان كده كتبنا دي كده، يبقى الازاحه بتساوي الفورس على الكي، لان الفورس بتساوي ايه؟ كي في اكس. الاكس بالنسبه لي هي الديفليكشن المره دي في الشكل بتاع السيمبلي سبورتد ايه؟ بيم. يبقى القانون قلنا ده القانون ده انت هتاخده زي ما هو كده هتحفظه وهتحل بيه المسائل. طب انا محتاج من القانون ده كله ايه؟ لما اقارن ده بده اكن الاف هتروح مع الاف ويطلع الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم بيساوي 48 اي في اي على ال تكعيب، 48 اي في اي على ال تكعيب. ولازم بقى ننتبه لان المسائل بيديك فيها يقول لك ان البار ده مقطعه مستطيل مقطعه مربع، او يعني حتى لو مقطعه دائري لازم تكون انت عارف ودارس الكلام ده كويس انت في اعدادي هندسة، وكمان خدته في الفلويد ميكانيكس في سنة تانية البروجكشن اريا بتاع الهيدروستاتيك فورس، ان انت عندك في حاجة اسمها سكند مومنت اوف اريا اللي بيعتمد اصلا على الاريا. يعني في حاجة اسمها ماس مومنت اوف اريا، وفي حاجة اسمها سكند مومنت اوف ماس مومنت اوف اريا، وفي حاجة اسمها سكند مومنت اوف اريا. اللي بتحسب ازاي الاي دوت؟ الاي يحسب لو انا عندي مقطع مستطيل على سبيل المثال، يعني هقول لك بي في اتش تكعيب على 12، بي هي العرض بتاع البيم ده والاتش هي ارتفاعه، وطبعا ده القانون بتاع الحساب المقطع لو كان مستطيل. اللي كنا بنسميه برضك مومنت اوف انريشيا للاريا، وفي عندي ماس مومنت اوف انريشيا للكتل. في الحاله دي لازم تبقى انت عارف ان الاي اللي ظاهره هنا هي معتمده على الاريا، ولو ده كان مقطعه مستطيل هقول بي اتش تكعيب على ايه؟ على 12. والحاجات دي انت تدرسها في اعدادي هندسه وفي ميكانيكا في سنه اولى وفي فلويد ميكانكس في سنه تانية. لو الحاله بقى طبعا عايز اقارن الشكل ده مع الشكل ده، ده هنا سيمبلي سبورتد بيم، بص كده للشكل اللي بعده ده فيكسد بيم. فيكسد يعني ايه؟ يعني البيم هنا اكن ودي كاميرا حديد متثبته جوه خرسانه او ملحومه مش على مفصلات، فدي فيكسد بيم. برضك لو اتعرضت لقوه فالقوه دي كونسنتريتد ات ذا ميدل بيحصل ماكسيمم ديفليكشن، فهيبقى برضك الفورس بتساوي كي بتاع الفيكسد بيم في الدلتا ماكسيمم. احنا قلنا مش احنا اللي بنثبت دي، في الاستريس اناليسيس تم اثبات القانون ده ان الدلتا ماكسيمم اللي بتحصل في فيكسد بيم عباره عن اف في ال تكعيب على 4 في 48 اف اي. ليه مكتوب 4 في 48؟ هو بس عشان يبين لك ان اللي قبلها كانت 48 الدلتا ماكسيمم كانت اف في ال تكعيب على 48 اف اي، ولما اتعملت فيكسد بيم بقت اربع اضعافها في 4 في 48 اف اي، وال 4 في 48 طبعا حصل ضربهم 192. ولو قلت الكلام ده هيساوي الفورس على الكي فيكسد بيم، اكنها الازاحه بتساوي الفورس على الستيفنس اللي هو القانون بتاع السبرينج، عشان اجيب بالسيميلاريتي الكي بتاع الفيكسد بيم بكام، يبقى الكي بتاع الفيكسد بيم بيساوي 192 اف اي على ال تكعيب.
هقارن ده تاني، ارجع تاني للسيمبلي سبورتد بيم، الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم 48 اف اي على ال تكعيب، لو كان فيكسد بيم بيطلع هنا 192 او 4 اضعاف الرقم 48 ده. التركيبة اللي هي الأخيرة بتاعة الكانتليفر، الكانتليفر لا القوة دي كده اتحركت من مكانها، لازم الكانتليفر القوة دي تظهر على الحرف. الكانتليفر ده بقى عامل زي التاندا بتاعة جراش العربيات أو البلكونات اللي متثبتة من مكان واحد ومرفرفة بره، في اي تركيبه زي كده بيسمى كانتليفر او كانتليفر بيم، هي هيها برضك البيم اللي متعلق بيبقى اسمه بيم حر، بتثبت من ناحيه وحر من طرف تاني، فالقوه دي بتتركز في ابعد نقطه، لو في قوه موجوده في الطرف بتاع الكانتليفر هيحصل ديفليكشن، في اقصى ديفليكشن ليه برضك في الاستريس اناليسيس ده تم اثباته، احنا فقط بناخد القانون، ودي اكيد ميتالز وليس خرسانات، في اي ميتالز ليها يانج مودلز، يانج مودلز احنا بنحسبه للميتالز، فالديفليكشن ماكسيمم هيساوي الديفليكشن هو بيساوي اف في ال تكعيب على 3 اي في اي، هبالك هتلاحظ القانون دايما ثابت، لو قارنت القانون ده اف في ال تكعيب على اي في اي دايما هو اف في ال تكعيب على اي في اي، بس المقام بيختلف الرقم بتاعه، في السيمبلي سبورتد بي برضك اف في ال تكعيب على اي في اي، ففي حالة السيمبل سبورتد بيم كانت 48، في حالة الفيكسد بيم كانت 4 أضعاف 48 اللي هي 192، في حالة الكانتليفر كانت 3 اي في اي، هيبقى كده الكي بتاع الكانتليفر بيم 3 اي في اي على ال التكعيب. طب احنا في الامتحان بنجيب مسائل دايما على المواضيع دي ونقعد نقول للطالب انت فكر بقى احسبها التركيبة ديت ايه الايكوفلنت بتاعها، زي المثال ده اللي انا هختم بيه المحاضره، المثال ده بيقول لي ايه find the equivalent spring of the following system، الشكل ده عباره عن ايه simply supported beam، لان هنا في التقاء في نقط زي كانها مفصلات يعني، يبقى ده بيم وهنا في سبرينج ليه ستيفنس كي وكتله متعلقه في السبرينج، لما اجي افكر كده التركيبه دي الكتله بتتحرك لاسفل طبعا، فالحركة بتاعتها عبارة عن ايه؟ هل التركيبة دي اما اجي اقول دي تكافئ، طبعا احنا قلنا من شوية خدنا 3 اشكال سيمبلي سبورتد بيم او 4 اشكال اكسيلي لودد بار وسيمبلي سبورتد بيم وفيكسد بيم والكانتليفر، ده بالنسبة لنا هو السيمبلي سبورتد بيم، وكل واحد منهم طلع ليه سبرينج ستيفنس، يعني الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم كان 48 اف اي على التكعيب طلع كده، فيبقى ده بالنسبه لي اكنه سبرينج، يبقى البار ده اكنه سبرينج، يبقى انا اكني مش باصص بقى اكن ده بار، لا ده سبرينج بيحصل له ديفليكشن اللي قلنا بيحصل له تقوس كده بالدلتا ماكسيمم، فانا هقول لو ده حصل له تقوس دلتا ماكسيمم عشان تفكر فيها كده، يبقى الكتله لو انا بشد دي لتحت يبقى في ازاحه للسبرينج خاصه بيه هو، وازاحه تانية بتاعه الديفليكشن اللي هيحصل مين للسيمبلي سبورتد بيم، يبقى الاكس توتال دي بقى اللي بميز منها هل التركيبه ديت هل هي سيريز ام بارلل، لو انا تاني شديت الكتله لتحت يبقى السبرينج هيحصل له استطاله، ونفس النقطه دي هتنزل لتحت مع الديفليكشن بتاع البيم، يبقى الاستطاله هنا عباره عن تو الونجيشنز، الونجيشن خاصه بالسبرينج والونجيشن خاصه بالسيمبلي سبورتد بيم، يبقى حاجتين بيتجمعوا مع بعض يبقى ديت التركيبه بتاعت السيريز سبرينجز، فهنقول هنا الحل بتاع السؤال ده ان التركيبه دي سبرينجز ان سيريز، ايه هما السبرينجز ان سيريز؟ السمبلي سبورتد بيم طبعا هو ليه كي احنا جبنا له كي من شويه بلس الازاحه اللي بتحصل جوه السبرينج، يعني التركيبه اللي فاتت دي كده لما احب ارسم لها ايكويفالنت سبرينجز هيطلع شكلها كده كي 1 وكي 2، الكي 1 ده اللي هو يمثل السمبلي سبورتد بيم، يبقى الكي 1 هو السبرينج ستيفنس بتاع الايه بتاع السيمبلي سبورتد بيم اللي هو كان القانون بتاعه 48 اف اي على ال تكعيب، يعني جاست لو مديني هنا ارقام كاتب لي الاي بكذا والاي بكذا او الاي لو ايه الكروس سكشن بتاعته احسبها، طبعا دايره مربع مستطيل كل ده ليه حسابات، ف
فاقدر اجيب الرقم اللي يكافئ الكي 1. الكي الثاني هو الكي بتاع السبرينج، خلي بالك الكي بتاع السبرينج هو رامز له كي، خلاص يبقى الكي الثاني هو رامز له رمز كي، يبقى الكي 2 بتساوي كي. ودي تركيبة ان سيريز، يبقى الواحد على كي equivalent بيساوي واحد على كي 1 بلس 1 على كي 2 اللي هو حاصل ضربهم على مين؟ على مجموعهم. حاصل ضربهم بعوض بقى الكي 1 هو ده والكي 2 هو الكي بتاع السبرينج على مجموعهم الكي بلس الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم، واقدر احسب منه الكي. لو جاست عندي ارقام اقدر احسب الكلام ده كله. لو في حد عنده أسئلة بقى نفتح الصوت للناس. ميعاد المحاضرة بتاعنا ده ميعاد يعني من أغبى المواعيد اللي الواحد ممكن يشتغلها في حياته، المغرب والعشاء. لو في حد عنده أي أسئلة في الجزء اللي اتكلمنا عنه في محاضرة النهاردة يتفضل يسأل، يشغل المايك ويسأل. أنا عملت لك أوبشن إن أنت تقدر تشغل المايك بتاعك. السؤال الأخير، واحد بعت لي عايزين السؤال، أنت قصدك يعني نحل نشرح تاني الجزء الأخير ده. طبعا ده من الحاجات الصغيرة اللي بتيجي جوه الامتحان، تبقى رسمة زي كده في الميد تيرم، آخرها الميد تيرم يعني. يقول لك find the equivalent spring of the following system. فالرسمة دي عايزين نحسب لها الـ equivalent spring. فقلنا القاعدة لازم تبقى أنت في ذهنك اللي أنا هتكلم عنه ده تكون عارفه وفاهمه كويس قوي. امتى اقول ان اي تركيبه فيها سبرينجز او دمبر متصله ان سيريز، او اي تركيبه سواء فيها سبرينجز او دمبر متصله ان بارلل. التركيبه المتصله ان سيريز لازم يكون الازاحه الكليه بتساوي مجموع الازاحات، ده سيريز ان الازاحه الكليه تساوي مجموع الايه الازاحات. اما البارلل هيكون الازاحه بتاعه النقط كلها هي نفسها، لان ده شرط البارلل ان الاكس بارلل بيساوي اكس 1 اكس 2 اكس 3. اما السيريز الاكس بتاعت النهائي الحركه النهائيه للكتله الاصليه او الحاجه الطرف بتاع الجسم بتساوي اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3. يبقى الفيصل هنا ايه؟ الازاحه. لو الازاحه تراكميه بقول سيريز، لو الازاحه متساويه بقول انها ايه؟ انها بارلل. فالرسمه دي لما ابص لها كده المفروض انت حضرتك هتفكر تقول الازاحه هنا انا عندي الكتله هنا، لو انا جيت احرك دي الكتله بشدها لتحت فالسبرنج هيحصل له استطاله، يبقى ادي اول اكس واحد السبرنج هيحصل له ايه؟ استطاله. افترض ان الجسم ده ما بيتحركش خالص، فكر كده ده ما بيتحركش نهائي، ده حاجه ثابته تماما لكنها ارض يعني. فانا بحرك الكتله الاسفل هيبقى عندي ازاحه واحده فقط اللي هي ازاحه السبرنج لو كان الحته دي ارض ثابته او سقف يعني متعلق فيه الكتله دي. طب ده مش سقف، ده التركيبه دي بتاعت سيمبلي سبورتد بيم، واحنا قلنا من شويه ان الرخر بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديفليكشن. فطالما انا احرك الكتله لتحت فالسبرنج هيحصل له استطاله والحته بتاعت البيم ده هيحصل لها ديفليكشن كيرفيتشر كده لتحت، يبقى الازاحه الكليه بتساوي ازاحه السبرنج بلس الكيرفيتشر اللي حصل في البيم. يبقى التركيبه دي كده طالما الازاحه اتجمعت يبقى التركيبه هنا سيريز. عشان كده لما جينا نحلها قلنا التركيبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيريز كونكشن. واحنا عارفين القانون بتاع السيمبلي سبورتد بيم، فقلنا رسمتها كده، دول دي الرسمه المكافاه للرسمه اللي كانت جيفن في السؤال. فهنعوض بالكي سيمبلي سبورتد بيم، والكي الثاني خلي بالك رمزه كي، فواضح اهو عوضنا بيهم وطبقنا القانون وجبنا الكي ايكويفالنت. وطالما انت سألت كده انا هجيب لك رسمة بقى تانية عشان الناس تشغل دماغها شوية. فين هي؟ مسألة في الشيت عموما يعني ممكن تكون في الشيت.
دي زي ما احنا عملناها من شوية إذا تكون في الشيت. طب هي مش موجودة دلوقتي، هتلاقيها في الشيت. يعني أتمنى يكون اللي سأل السؤال فهم الإجابة كده، إن ديت التركيبة ديت بالنسبة لنا. أنا ممكن أرسم لك أنا مسألة كده في سلايد فاضية عشان الواحد بعد كده نروح نصلي العشاء، نبقى دي آخر جزئية. لو أنا رسمت رسمة كده عشان الناس تشغل دماغها وتفهم المقصود، ماشي هرفع لكم البي دي اف اللي كاتب لي البي دي اف ده، ارفعها له دلوقتي. خليها تعمل ظاهرة خط ده كده. الرسمة دي فيها هنا سبرينج كي، وده كان تليفر لإيه، وآي، وفي عندي هنا لينس طول ال. لو اتقال لك هات الإيكويفلنت بتاع التركيبة دي، الإيكويفلنت سبرينج، هتفكر طول السبرينج ده والسبرينج ده متصلين مع بعض في النقطة دي، يبقى النقطة دي ليها إزاحة. لو أنا افترضت إنها بتتحرك لأسفل كده، الإزاحة اللي بتتحرك لأسفل دي، واحد بيقول لي القوة ثابتة، يا سيدي القوة هنا أهي، في قوة هنا أهي، اللي بيسأل على القوة. أنا أهم حاجة التركيبة ذات نفسها. لو أنا قلت القوة دي موجودة هنا، أو لو مفيش قوة أنا بتكلم دي توصيلة، إن الكانتليفر ده أصلا قلنا في الأول، في إحنا عملناه من شوية أهو، قلنا الكانتليفر السلايد دي كانتليفر يكافئ، اللي هي الرسمة دي كانتليفر يكافئ سبرينج. السبرينج ستيفنس بتاعته بكام؟ 3 اف اي على أقل تكعيب. يبقى أنا عايز أفكر بقى في ده، سؤال خلاص حليناه، ده سؤال تاني. في الامتحان بتيجي الأسئلة بتبقى تركيبتها كده، ده سؤال تاني. ادي كانتليفر اللي احنا عملناه ان هو ليه سبرينج، يعني ممكن اشيل الكانتليفر ده كله واحط مكانه كي، اقول لك ان ده كده يكافئ كي كانتليفر، كانتليفر بيم، وفي سبرينج صريح. فالتوصيلة دي ايه؟ حد كده يقول لي، شغل المايك ويقول لي التوصيلة دي ايه. مش عملت لكم انميوت يا ابني، انتوا لسه مخلصين. تمام، واحد كاتب اللي هو حازم قايل لي التوصيلة ديت فعلا توصيلة توازي، برافو يا حازم. وانا لسه قافل عليكم. فحازم هنا بيقول لي التركيبة ديت توصيلة امبارح، برافو تمام. وفي طبعا حد تاني برضه كتب نفس الايه التعليق، ان التوصيلة دي كونكتد ان بارلل. عرفنا منين التوصيلة دي كونكتد ان بارلل؟ ان النقطة دي نقطة التلاقي بين الاتنين. البيم ديفليكشن عامل ازاي؟ ديفليكشن بتاعه عامل كده، في ديفليكشن حاصل للبيم ده، وليكن كده انا كبرت الديفليكشن قوي. والنقطة دي اللي راكب فيها السبرينج هتنضغط رخرة،
هل إزاحة النقطة دي مش المكان ده اسمه دلتا ماكسيمم دلوقتي؟ دي دلتا ماكسيمم، وفي نفس الوقت هي الإكس اللي حصلت الحركة، فالإكس اللي عند السبرينج بتساوي الدلتا إيه؟ بتساوي الدلتا ماكسيمم. يبقى الإكس بتاعت السبرينج هتساوي الدلتا مين؟ الدلتا ماكسيمم اللي حصلت للكانتليفر. يبقى بالتالي طالما الإزاحة ثابتة، دي قاعدة البارل، يبقى التوصيلة دي بارل إيه؟ كونكشن. يبقى دي بارل كونكشن. يعني ايه بارل كونكشن؟ اقول لك كي ايكويفالنت هيساوي لي كي بتاع الكانتليفر بلس الكي بتاع السبرينج اللي كان رمزه كي، والكي بتاع الكانتليفر 3 اي يانج مودلز في الاي على التكعيب. لو انا عندي بس اعرف القيم بتاعه الاي والاي والال، او الاي طبعا بيتحسب من القوانين بتاعه الاريا، للاي للجدول السكند مومنت اوف اريا، اقدر احسب الكي ايكوفلنت بكام. اتمنى يكون الفكره بتاعه ان انت تقدر تميز اي توصيله او تركيبه انها سيريز او بارلل من خلال اللي احنا قلناه. لو الازاحه ثابته فهي بارلل، لو الازاحه زي بتزيد بتجمع ده مع ده يبقى هي ازاحه بالنسبه لك تراكمية، يبقى تقول إنها سيريس كونكشن. في أي أسئلة تاني؟ يا دكتور نعم حضرتك، طيب بس ممكن نغير الميعاد؟ هو الميعاد غبي جدا بصراحة، ايه ممكن نغيره بس هنخليه الساعة كام؟ أنت المشكلة الجدول نازل النهاردة، كل الجدول نازل اليوم كله أونلاين، وحاطيني أنا 4:30. طب يا دكتور ممكن نثبتها الساعة 5:30 على طول على ما نصلي العصر وكل الناس تبقى جاهزة؟ والله احسن ما يبقاش عندنا وقت المغرب كده ايه داخل، هي المحاضره داخله لي في وقت المغرب وده وقت العشاء، فالافضل طب ان احنا نخليها يعني 5:30. ماشي 5:30 بالظبط، ونعمل المحاضرة قبلها عشان الناس تخش تجهز، و5:30 بالظبط نشرح عشان الناس بتبقى قاعدة مستنية من الساعة 4. خلاص كده، يبقى احنا برضك صلاه المغرب ما تروحش علينا، يبقى احنا هنبدا المحاضره 5:30. بس انا عايز اديكم محاضره تانية يوم تاني من الأسبوع ده، إيه الميعاد اللي أنتم متاحين فيه؟ يوم التلات مثلا، هل أنتم عندكم وقت التلات؟ كان في ناس بتقول ان في كان في زي زيارة لحاجة لتحلية المية، في ناس من دفعة كتير أوي راحة يوم التلات. يوم الثلاث ناس رايحة زيارة. طب يوم الاثنين؟ يوم الاثنين بعد بكرة؟ اه لا ما فيش حاجة. طب نشتغل محاضرة كده الساعة 5:30 ان شاء الله. هي تبقى طويلة برضو ولا حاجة صغيرة؟ يعني احنا بدأنا خمسة، احنا بدأنا مش فاكر بدأنا 5:30 6:30، بقالنا ساعة يعني ما طولناش. تمام. ما انا الاونلاين ما بحبش اطول فيه قوي، بس يعني عايزين ندي محاضرة تانية يوم الاثنين الساعة 5:30 كده عشان نستكمل الجزء اللي احنا كنا شغالين فيه. طب يا دكتور تمام. في حل تاني؟ نعم؟ دكتور في حل تاني، في حل تاني. ايه هو؟ ممكن حضرتك تسجلها لنا فيديو واحنا نبقى نشوف الفيديو حسب ما احنا، لان عشان خاطر نتفق على ميعاد هتبقى صعب، لان انا مشروع عملي وبنزل الكلية في ايام الاجازة، فبرضه اوقات بتأخر هناك، فلو حضرتك تسجلها فيديو هيبقى احسن، طب ووقت ما ما هي يكون يا بني، ما هي يا حبيبي بتتسجل بعد ما بخلص، ما انا عامل الريكورد، ما الريكورد شغال، ما هي كده كده بتتسجل. تمام ماشي. دكتور بعد إذن حضرتك، اتفضل. دكتور معلش، ممكن بعد إذن حضرتك مثال تاني لجمع الإزاحات اللي هو بيخلي لي السوست عندي ان سيريز ده، لأن النقطة دي مش واضحة شوية بالنسبة لي. انت فتحت الشيت واشتغلت فيه مع المهندس هيثم او مين اللي لا مين اللي بيديك السكشن؟ احنا لسه ما اشتغلناش مسائل لأن السكشن اللي فاتت لغى. اه كان المهندس هيثم قال لي فعلا. اه طيب بص، الرسمتين اللي انا رسمتهم دول
يعني هرسم لك رسمة تانية كده برضك وانت تفكر فيها. نشوف نرسم، ناخد سلايد تانية، نعمل نيو سلايد. هي نقطة البارلل أنا بقيت فاهمها، بس نقطة جمع الإزاحات اللي بتخليها سيريس دي هي اللي مش واضحة بس شوية بالنسبة لي. يعني قصدك الرسمة اللي قبلها دي انت مش فاهمها دي؟ آه ممكن، آه طب ماشي، خلينا نشرح على دي. اصل هي في الاخر هي القاعدة، زي ما بقول لك انت تعرف القاعدة، لو الإزاحة بتاعت النقطة اللي اتحركت متساوية يبقى دي اسمها الإزاحة متساوية، يبقى دي بارلل كونكشن. لو تمام. النقطة اللي اتحركت جمعت إزاحتين مع بعض هيبقى اسمها سيريس كونكشن، وأنا هوضح لك على دي. اتفضل يا الرسمة دكتور. دي أرسمها كده تاني هنا، نشوف القلم. ال مش صحته. السيمبلي سبورتد بيم ده بيحصل فيه ديفليكشن كده، معلش طبعا الرسمة مش واضحة أوي بس يعني الفكرة واصلة. دي الديفليكشن اللي حاصلة في مين؟ في السيمبلي سبورتد بيم. دي الدلتا ماكس. خلي بالك ان السبرينج ده، النقطه دي، النقطه اللي مرسومه دي كانت متثبته هنا. لما حصل ديفليكشن النقطه جت فين؟ بتاعت السبرينج جت هنا كده. وانا لو بشد السبرينج ده رخر، اعمل له استطاله رخر، ازوده كده شويه، النقطه دي هي النقطه دي، دي نقطه التثبيت بتاعت السبرينج اللي هي جت هنا دلوقتي. فالسبرينج لما حصل له استطالة ازاحته زادت، يعني انا حتى اسميها دلتا سبرينج. دلتا سبرينج هي الحتة دي كده، لو انا هرسم بره شوية عشان تبقى باينة، الحتة دي كلها هي دلتا سبرينج. ومن اول الوضع بتاع الكانتليفر اللي هو الوضع الحر ده هنا، يبقى ده كده الدلتا بتاعت السيمبلي سبورتد بيم. ده كده إزاحة، واللي تحت دي إزاحة أخرى بتاعة السبرينج. هل كده الرسمة بانت معاك إن الإزاحة بتاعة السيمبلي سبورتد بيم لما نزلت لتحت، النقطة اللي كان متثبت فيها رخرة، ما النقطة اللي كان متثبت فيها هنا اتحركت لتحت، والسبرينج ده حصل فيه استطالة فليه دلتا سبرينج. يبقى الإزاحة الكلية عبارة عن مجموع الإزاحة بتاعة السيمبلي سبورتد بيم بلس الإزاحة بتاعة السبرينج، يبقى دي توصيلة إيه؟ سيريز. ماشي يا ميخائيل اللي سألت؟ تمام يا دكتور، شكرا. واضحة كده؟ تمام دكتور، شكرا. طب استنى بقى يا ميخائيل هسألك سؤال، هتقول لي بقى فهمت ولا ما فهمتش. لا انا مش مخايف. ما اسمك إيه؟ ما أنا ظاهر لي اسمك ميخائيل أهو. ماشي بقى، هو ميخائيل سأل واستخبى ولا أنت مين؟ لا اسمي محمد. اسمه هاني. هاني هاني يا دكتور. انا كنت قاعد ماشي خايل هاني، انا وكنت اسالك قاعد سؤال، انت اتحرك. هاني بقى هترسم لك رسمه كده. كانتليفر يا هاني، وده سبرينج ليك واحد، وده سبرينج ليك اتنين. الرسمة اللي أنا رسمتها دي التفصيل بتاعهم عبارة عن إيه؟ بخمسة جنيه ويكفي لأكثر من مرة. وات؟ إيه؟ التوصيل بتاعنا هنا يا دكتور. طب هي الفورس مكانها ممكن يبقى فين طيب؟ يا ابني انسى الفورس، والله ملهاش علاقه، دي توصيله، يعني توصيله سبرينجز، توصيله، يعني مش مهم الفورس، بس اكيد الفورس هتحطها في المكان ده يعني. بس انا بقول لك التركيبه دي ايه، تمام. بقول لك هتبقى من حاجه عشان ما حدش يسالني موضوع الفورس. لو انا رسمت سبرينج كده وسبرينج كده وسبرينج كده، يعني ده مثلا سميته كي واحد، وده سميته كي اتنين، ده سميته كده تلاتة، مش شرط اكون راسم لك فورس بقى. اهو دي توصيله اسمها توصيله ايه لعلى مين، دي دي توصيله سيريز. سيريز، خلاص مش محتاج اعرف بقى فين الفورس. تمام. يعني
هنا بقى نفس الكلام، دي توصيله تركيبه كده. التركيبه ديت ممكن انت عامل استراكشر كده، مش شرط يكون مؤثر عليه بقوه في نفس اللحظه اللي الرسمه مرسومه فيه. فالرسمه دي توصيلتها ايه؟ دي هتبقى برل عشان كلها تبقى في اتجاه واحد، الديفليكشن يبقى في اتجاه واحد. الازاحه بتاعت النقطه دي، يعني ازاحه النقطه اللي متثبت فيها الثلاثه، ازاحه النقطه دي اتجاه واحد. بيحصل له ديفليكشن لتحت، والسبرينج بيحصل له نفس القيمه لتحت، وده بيحصل له استطاله بنفس القيمه الاسفل. يعني لو البيم ده اتحمل باي حمل كده، فالبيم هيوصل النقطه دي. فيبقى الازاحه دي كده اللي هي الحته دي، هي ازاحه بتاعه الكانتليفر، وهيكون ده ضغطها وده شدها، فيبقى الازاحه هنا متساويه لان نقطه التلاقي بتاعتهم نقطه واحده. يبقى ازاحه الكانتليفر هي نفس ازاحه السبرينج، لان هو الكانتليفر اصلا كنقطه هو اللي حرك التو سبرينج، نزل بالمكان ده لتحت فشد اللي فوق بالازاحه دي وضغط السبرينج اللي تحت بنفس الازاحه. يبقى التوصيله دي توصيله ايه؟ توصيله بارلل. كلامك سليم. يعني اتمنى يكون الموضوع الناس فهمته، لان الحاجات دي بتبقى في الامتحان بترسم اي اشكال كده انت تستنتج منها ويقول لك هات لي السبرينج ايكويفالنت. دكتور عندي سؤال بس يا دكتور. اتفضل. هو في المثال اللي حضرتك قلته في المحاضره، انا لو شلت الكتله ام دي وخليتها فيكسد، خليت السبرينج دي فيكسد كده، هتبقى بارل مش سيريز صح؟ لو خليت شلت الكتله. كلامك سليم. طب نوضحها دي، نمسح كل الكلام اللي عندنا نرسمها عشان الناس اللي برضك زمايلك يكونوا السؤال لو مش واضح بالنسبه لهم. نمسح كل ده ولا نسيب دي؟ احنا عايزين نقارن دي بدي. زميلكم هنا سأل سؤال، لو التركيبة اللي عندي ديت اتغير شكل السبرينج وترسم سبرينج ثابت، يعني زميلكم بيقول ان الرسمة كده، ده السيمبلي سبورتد بيم والسبرينج موجود هنا، بس في تحتيه مش حر الحركة، لا ده متثبت. دي الفكرة بقى اللي سأل فيها هاني، لو النقطة ديت اتحركت حصل ديفليكشن لأسفل، مش الديفليكشن اللي حصل بتاع السيمبل سبورتد بيم ده هو نفس الحركة أو نفس الدلتا ماكسيمم، هي نفسها الإزاحة بتاعة السبرينج. طالما إزاحة السيمبل سبورتد بيم هي إزاحة السبرينج، يبقى التوصيلة دي إيه بقى؟ اللي سأل السؤال راح فين؟ برل يا دكتور كده. ده شهاب. ماشي يا شهاب. برل كده. يبقى التوصيلة دي لو هو ثبتنا السبرينج يبقى التوصيلة دي برل، أما هنا فأنت مش بتحفظ شكل، عشان في ناس بتقول لك إيه أنا أحفظ المسألة لو جالي الشكل ده يبقى ده سيريز، عشان إحنا شرحناها سيريز، كتبنا ده سيريز. لا، لو اتعملت بالشكل ده والسبرينج اتثبت يبقى دي توصيلة إيه؟ برل. طب تعالى نصعبها شوية عشان الراجل ده شهاب لقطك وحلها لك وسأل السؤال وجري، وشهاب هو اللي حله. تعالى نعمل تعديل فيها شوية، هنرسم نفس الكتلة كده، وده السيمبل سبورت بيم اللي كان موجود. التركيبة دي ايه كده؟ هنسمي ده كي واحد وده كي اتنين، ده كي واحد وده كي اتنين. حد يفكر كده يقول التركيبة دي ايه؟ كله عمل قفل المايك على طول. فين يا ابني صوتك راح فين؟ هو هنا دكتور هتبقى في واحد مع البيم وتمر برل. الرسمه تاني. الرسمه ايه؟ التركيبه دي ايه؟ كي واحد مع البيم يعتبره برل، والناتج منهم هيبقى مع كي 2 سيريز. برافو عليك. مين اللي كان بيتكلم عشان انا قفلت الشاشه؟ محمود. محمود. محمود.
ماشي يا محمود، المصور بالبدلة ولابس الطقم متشيك انت. طبعا الكي واحد مع الكي بتاع السمبلي سبورتد بيم متصلين امبارل، فهتعمل ايه؟ تطبق عليهم القاعدة. لو انا قلت هنا كي بتاع السمبلي سبورتد بيم، عشان احل دي كده الحل بتاع دي هو التالي، هقول ان الكي اكويفلنت الاولاني بيساوي كي اكويفلنت واحد، يعني هيساوي كي السبرينج واحد ده متصل بارلل مع الكي بتاع السيمبلي سبورتد بيم، والكي اكويفلنت واحد متصل سيريز مع مين؟ مع الكي اتنين، لان دول مع بعض السيمبلي سبورتد بيم مع الكي ده، خلاص انا استبدلتهم بحاجه اسمها كي اكويفلنت واحد. يعني اكني الرسمه بقت عندي اكن زي كده، ده اكنه كي اكويفلنت واحد وده اسمه كي اتنين اللي متعلق فيه الكتله، يبقى كأن الكتلة دي متعلقة في الـ K equivalent بتاع الاتنين دول مع بعض، والـ K2 اللي هو تحتيه ده، والاتنين دول بعد كده متصلين مع بعض بشكل صريح زي الرسمة دي بقى بالظبط كده، متصلين بإيه؟ in series. فأقول يبقى الـ K equivalent الإجمالي واحد على K equivalent اللي هو كان طالبه، مش K equivalent واحد بقى، لا K equivalent النهائي، عبارة عن واحد على K equivalent واحد اللي احنا جبناها للسبرينج الاولاني ده والبيم دي اسمها K equivalent واحد، زائد واحد على K اتنين. يبقى الحل بتاع السؤال ده هو هو اللي هو عندنا ده. يبقى الحل بتاع السؤال ده اول حاجة البيم مع السبرينج اللي كان متثبت متصلين مع بعض ان بارلل، لان نفس النقطه فبارلل بجمع الكي، وبعد كده دول انا استبدلتهم بسبرينج بقى كان هو ده كي ايكوفلنت واحد، والسبرينج الثاني اللي متعلق فيه الكتله كان هو ده كي اتنين متعلق فيه الكتله، متصلين مع بعض ان سيريز، يبقى الكي ايكوفلنت الاجمالي عباره عن واحد على كي ايكوفلنت واحد اللي اعوض بدول يعني، زائد واحد على كي اتنين. جاست بس تشيل الواحد على كي ايكوفلنت واحد تحط مكانه ايه الاثنين دول. يعني اتمنى كده خلاص احنا غطينا كل الافكار اللي ممكن تيجي في السبرينجز، او حتى لو في دمبر نفس التكنيك بالظبط مش هيكون في اختلاف. ها في حد عنده اي استفسار تاني قبل ما اقفل المحاضره واقفل الريكورد؟ المحاضرات بس يا دكتور يبقى ارفعها لنا على ارفعها لكم على نفس الجروب بتاع التيمز. تمام يا دكتور، ماشي يلا دكتور. بالنسبه للمحاضره بكره، هو احنا بنقابل الدكتور إيه؟ عشان يوم الاثنين مش بكره، ما تلخبطش الناس، يوم الاثنين الساعه 5:30. الاثنين احنا بنقابل الدكتور عشان مشروع التخرج، فمبقاش عارفين. خلاص بس بقى انت قابل يا سيدي، انت والمجموعه بتاعتك بناقص، ما احنا النهارده هو كنا 70 ولا 75 طالب من 120، يعني جت عليك انت يعني. انت هو ده مخيل يا دكتور؟ ايه هو ده مخيل مش انا؟ ماشي يا سيدي، وانت مخيل بتسلمه يعني تسليم اهالي؟ خلاص يا مخيل. ماشي يا دكتور، ماشي. يعني ايا كان انت عندك ايه، ما هو احنا عندنا النهارده 120 طالب حضر منهم 75، دلوقتي بينا 61. هو ممكن يكون يا دكتور بيتكلم عشان الغياب، لو في غياب يعني. يا سيدي مش انا قصك يا مخيل، بس انجح في الامتحان يا حبيبي، احنا بنسقط في الامتحان ما بنسقطش بالغياب. شطارتك انك تحل الامتحانات. تمام ماشي يا دكتور، تمام. يلا ربنا يوفقكم جميعا، نقفل بقى الريكورد.